السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي إيسونت دوريان. اليوم سوف نحضر عجينة السابلي الخالية من الجلوتين لتحضير التورتات. إليكم لائحة المقادير. نقوم بتحضير عجين بخلط دقيق الأرز مع النشا، السكر، الملح والزبدة. نخرج الزبدة من الثلاجة 10 إلى 15 دقيقة قبل تحضير العجين. وفي حالة ما إذا قمنا بإذابة الزبدة، يجب وضع العجين في الثلاجة لمدة 15 دقيقة قبل الاستخدام. أضيف البيضة وأمزج العجين جيدا حتى الحصول على عجينة لينة شيئا ما، وأستخدمه مباشرة بعد ذلك. أشكل العجين في قوالب التورتات سواء كانت فردية أو قالب تورتة كبير. عندما نجهز جميع القوالب أضعها في الثلاجة لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل الطهي. أضع ثقوب على العجين بواسطة شوكة وأقوم بالطهي في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة تقريبا. شخصيا أترك العجين حتى يأخذ لونا غامقا لأن المذاق ألد. هذه هي النتيجة. نحتفظ بقاعدة التورتات في القوالب ونزينها بما نريد ولا نزيلها منها إلا عند التقديم. شكرا على المشاهدة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم وأعجبكم. لا تنسوا وضع جيم للفيديو وأن تتبادلوه بينكم وأن تشتركوا على قناتي للمزيد من الوصفات. شكرا. لا تنسونا من صالح الدعاء. جزاكم الله خيرا.